اسمه من اول السطر ده. لما كانت المدرسه تقول حط نقطه وابدا من اول السطر ده، مش معناه الغاء لكل ما فات، ولكن هو اضافه جديده على ما سبق. البناء اللي تم فيه وأكدت الأعمال الفنية اللي فيه روح الجماعة، روح الفريق. فبنلاقي الكثير من الأعمال مشارك فيها أكثر من 100 طفل أو 50 طفل ومن مختلف الجنسيات، عشان يقدروا يأكدوا جملة أو يعملوا جملة بصرية، جملة تشكيلية، جملة تعبيرية بيعبر عن وقعهم، عبر عن الزمن بتاعهم بمختلف الطرق وبمختلف الخامات المتاحة. هذا البناء صراحة نحن فخورين بما وصل إليه في دورة الثالثة بمشاركة 61 دولة على مستوى العالم. من أهداف البناء فسح المجال للتعرف على الثقافات ومد الجسور بين ثقافات مختلفة، سواء كان الطفل في بلده أو الطفل المغترب في بلد آخر. البناء السنة دي كان مختلف تماما عن الدورة الأولى والدورة الثانية. الكونسيبت بتاع البناء كان مشوق جدا، اشتغلنا عليه في عدد كبير جدا من دول العالم. كان معايا فريق عمل كبير، قمنا بالتواصل مع أغلب دول العالم، قدرنا ونجحنا نستقطب 61 دولة. وكان أعمال اللي استقطبناها السنة دي من دول مهمة سعينا عليها وخططنا لها من أول البنالي. شاركت معنا مؤسسة الـ SOS الأطفال اللاجئين لبنان وفلسطين، شاركت معنا أطفال الشوارع من أرجنتين في مشروع رائد ورائع جدا وحصل على إحدى الجوائز. هو المشروع الأرجنتين، المدرب إدى كاميرا ديجيتال لأطفال الشوارع، اللي كان طفل من أطفال الشوارع، بحيث يشوف عينيهم هتشوف إيه، عينيهم هتقع على إيه، ومن هنا كان مدخل تعبيري، مدخل يبين نفسية الطفل، يبين عين الطفل بتلقط إيه في المشهد الحياة اليومية.
أعمال الفيديو في البنالي اتقسمت حاجتين، داخل المسابقة وخارج المسابقة. خارج المسابقة احنا استضفنا مهرجان مهم، مهرجان من كرواتيا عالمي، عرض أهم تجارب الفنية في أوروبا بشكل خاص وأسيا لتجارب الفيديو آرت وتجارب الأنيميشن من صنع الأطفال. حطينا أعمال الطباعة بتاعت الهند مع أعمال الطباعة بتاعت ألمانيا، أعمال الطباعة الفنية للصين في قاعة واحدة، حصل اللي يعني بنهدف إليه في البنالي وهو الحوار. الكونسبت بتاع البنالي كان مهم للغاية، ان هو قدرنا من خلاله نكتسب اطفال واقعين بين ثقافتين، وكانت واشتغلنا على ده ورش عمل، اشتغلنا على ده مشاريع مهمة، ووصل اعداد المشاركين معانا تفوق 5000 عمل. بعد ما قدرنا نصفيهم في عملية الفرز الأولى من لجنة الفرز الأولى، توصلنا 3350 عمل. الرقم ده هو اللي قدرنا نعمل منه بينالي الشرق الثالث لفنون الأطفال. أيضا من 127 عمل للأطفال والاحتياجات الخاصة، هذيل هم اللي احنا من مبدأ ترسيخ حقوق الطفل تمت مشاركتهم، والأعمال صراحة لا تقل عن مشاركة الطفل السوي. احنا عاملين برنامج تفاعلي، برنامج تفاعلي بمعنى سايبين حيطان جدران داخل المتحف ان الطفل يرسم ويشتغل على الجدران ديت في اخر القاعات، وعاملين جمل زي البازل بيتفك الاجزاء، يقعد الاطفال يرسموا على الاجزاء دي، بعد ما بتخلص الرسم بيبدا يتركب الجمل تاني، ونشوف اشياء مدهشه جدا لان الاطفال رسموا على الاجزاء دي بدون ما يعني ما يتصوروا ان ده رجل الجمل او رقبة الجمل او كده، هو تلاقي رسمه بشكل طبيعي على الجمل الخشبي ده، وبعد كده بنركبه. لما بنركبه بنلاقي اشياء مدهشة جدا، بنسجلها ونوثقها ونرجع ندهنها تاني ويشتغلوا الاطفال طوال الشهرين في برنامج تفاعلي بهذا الشكل. نقدر ندعم الطفل بشكل كبير جدا جدا من خلال تنظيم ورش العمل المختلفة. لما خد عدد مختار من الفتيات راحت اسكندرية، ولما راحوا اسكندرية في مركز تجميل المدينة عملنا ورشة، الدكتور مدحت نصر نظم ورشة عن دمج ما بين الفوتوغرافيا والكمبيوتر بتقنية 3D، وكانت خبرة كبيرة جدا اتعلمها الفتيات، والخبرة دي لما رجعوا نقلوها لزمايلهم.
هذا الجداري طبعا قام بتنفيذه أطفال المراكز، استغرق العمل فيها 7 أشهر، قاموا بعمل 600 بلاطة شعارها أو تحت شعار الجدارية أسرتي. فنلاحظ أن البلاطات تتكون من الأسرة، سواء كان أب أم فتاة طفل، يعني عنوان الجدارية هذه أسرتي، وحازت على جائزة لجنة التحكيم. نلاحظ ايضا هنا الاعلام اللي انحطت او البوسترات اللي وضعت كدعايه للبينالي اخذت ايضا على مستوى جميع الدول، ما ركزنا على دوله معينه. تم اختيار اللوحات اعمال الاطفال سواء كانت فائزه او غير فائزه،